السلام عليكم. جاتنا قصة جديدة للقناة، وكنتمنى ملي تسمعوا القصة تخليو شي نصيحة لصاحب المشكلة. وقبل ما نبدأ قصتنا، كنتمنى اللي باقي ما شاركش في القناة يشارك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا لكم بزاف. أنا ياسر، عمري 29 عام، موظف على قد الحال. هادي 4 سنين خديت قرض كبير وتزوجت بنت خالتي. انا وياها كنا كنبغيو بعضياتنا ملي كنا صغار، ودرنا عرس على قدنا وكان عادي، ولكن حنا كنا فرحانين اخيرا تحقق الحلم ديالنا وغنعيشو حياتنا مع بعضياتنا. لحقاش بنت خالتي كانوا كيجيوها بزاف ديال الخطاب وما كانتش كتقبل، ولكن دارهم بداو كيضغطوا عليها باش تزوج، وداك الشيء علاش تسلفت وتزوجنا وسكنت انا وياها مع دارنا. من بعد السيمانه الاولى ديال زواجنا بدات المشاكل، خوتي بداو كينكدوا عليها، واما ماما ولات دايرها كي الخدامه عندها، ومراتي مسكينه كانت كدير كل شيء وبلا ما تقول حتى شي كلمه، ما كتدخل تنعس حتى كتجمع الكوزينه، وكانت غير كتدخل البيت ومن كثره العيا كتنعس. وحتى من خواتاتي ولاو كيخرجوا فيما بغاو وينعسوا معطلين ويفيقوا حتى لقينا وقت، وكل شي مخلينو على مراتي، كتنوض من الصباح باش دير الشغالات ديال الدار. ودازت 6 شهور وما سمعت منها حتى شي كلمة، وما عمرها ما تشكات على هاد المعاملة اللي كيتعاملوا معاها مالين الدار. وكانت كتقول لي ديما خدمة خالتي واجبة عليا، وعاد هي راها بحال ماما. وقلت لماما باش تقول لخواتاتي تقاسموا معاها شغالات الدار، ولكن للأسف ماما كانت صعيبة وقاصحة بزاف، وقالت لي شوف ولدي ما تخليش لي مراتك تولي عندها الكلمة في داري. ولكن أنا معجبنيش الحال، وقلت لماما يا تقسمي شغالات الدار مع مراتي وخواتاتي يا غادي نخرج أنا وياها. وما اهتماتش ليا ومشات وخلاتني، وانا نقرر نتسلف باش نخرج من دارنا، وخصوصا مراتي كانت حاملة وما بقاتش كتقدر على شغالات الدار. وعاد ماما كانت كتحرط عليها مسكينة وما كترحمهاش. ومشيت وتسلفت وكريت شقة في واحد العمارة، وهاد العمارة كانوا فيها 3 ديال الشقق، شقة ليا وشقة ديال مولة العمارة، وكانت مرة كبيرة عمرها 58 عام، والشقة الأخرى كان ساكن فيها ولدها الكبير مع مراته. وداز العام الأول وكنت بصعوبة باش كنخلص الكرة، وشي مرات كنضطر نتسلف باش نخلص الكريديات اللي عليا. تخيلوا، كنتسلف باش نرجع سلف آخر. وفي العام الأول ولدات مراتي ولدنا الأول، ومن بعد عام ونص ولدات توام. يعني في أقل من 3 ديال السنين ولينا عائلة كتكون من 5 ديال النفوس، وولات المسؤولية عليا كبيرة، مصاريف الدار والولاد والكرة والخلصة كطير وما كتكفيش، وانا نبدأ نقلب ليا على خدمة اخرى باش نخدم فيها من بعد ما نكمل الخدمة ديالي. ولكن للأسف ما لقيتش. واحد النهار كانت مراتي عند جارتنا وقالت ليها باللي راني كنقلب على خدمة في العشية، وهي تقول لها الجارة قولي لراجلك الا باغي يخدم انا مستعدة ندبر ليه في خدمة وبخلصة مزيانة ان شاء الله. ملي جات مراتي للدار كانت فرحانة بزاف، وقالت لي يا جارتنا دبرت ليك في خدمة. وقلت لها كيفاش وامتى واش غنخدم، وهي تصدمني، عرفتو اش غنخدم؟ شايفور عند الجارة.
قالت لمراتي ما بقاتش كتشوف مزيان ومحتاجة شايفور يولي يديها باش تقدا وعند صحاباتها والمعارف ديالها وحتى خدمتها. نسيت نقول لكم، جارتنا مديرة ديال المدرسة وعاد ورثات الخير من راجلها. تخيلوا عندها 6 ديال الديور وعاد 2 عمارات من غير الحوانت اللي كارياهم للناس، وعاد بزاف ديال الأراضي وما عندهاش غير هذاك الولد اللي ساكن معانا في العمارة. وتخيلوا ما كيبغيش ماما وما كيدويش معاها. وانا نقول لمراتي شايفور حسن ما نمدو ايدينا لعباد الله، قولي ليها امتى نبدا الخدمه وعاد اجي لهنا، فين هي الطوموبيل اللي غادي نسوقها؟ وهي تقول لي يا مراتي، قالت لي نقول لك شري طوموبيل بالكريدي وهي غتولي تخلصك وتخلص الكريدي ديال الطوموبيل، يعني هي اللي غادا تضمني عند الشركه اللي غنشري منها الطوموبيل. وفعلا خديت الطوموبيل جديده بالكريدي، في الاول رفضوا يكريديوني ولكن ملي عرفوا باللي راه هذيك المديره ديال المدرسه هي اللي غادا تخلص وعارفينها عامره فلوس وافقوا دغيا. وهي كانت ذكا منهم ومني، جبرتني باش نكتب الطوموبيل بسميتها على اساس باش تضمن باللي غنبقى خدام عندها، ووافقت ووليت الشايفور ديالها ووليت كنديها كل نهار، يا اما تقدا ولا الجردة ولا البحر ولا السينما وعند صحاباتها. عمرها 58 عام وعايشة حياتها بحال شي وحدة يلاه عندها 20 عام. تصوروا عندها الفيسبوك والتيك توك والانستغرام وسناب شات وعاد كتغني كيف ما كنقولوا ضاربة الدنيا بركلة. وكنت كنديها الريستورات باش تعشى هي وصحاباتها، وكنبقى نتسنى فيها بالساعات حتى لواحد النهار وهي تقول لي باش نوصلها عند شي ناس كتعرفهم لواحد المدينة اخرى وبعيدة تقريبا شي 45 كيلومتر، كان عندهم شي عرس ديال ولدهم. وقالت لي جارتي ياسر نبغيك تلبس احسن حاجة عندك حيت انا غندخل عند العيالات وانت غتدخل عند الرجال وغنقول لهم راك عالي ولدي. وانا نقول ليها واخا ولبست مزيان، حتى من مراتي قالت لي واش انت هو العريس. المهم مشيت انا وجارتنا لهذيك المدينة اللي فيها العرس، وبصراحة اول مره كنشوف بحال هاد العرس. القاعه كبيره ومزينينها بطريقه خطيره وعشاء ولا في الاحلام، اما الحلوى عالم تاني. اول مره كنشوف عرس 5 نجوم فين يبانوا العراسات اللي كنت كنمشي ليهم. وتفكرت العرس ديالي، شرينا المناضه وكندور نخوي للناس بالكاس واللي شرب كاس ما يعاودش. وفي هاد العرس كنظن باللي تمن الكاس كيسوى اكثر من 80 درهم، اما الحلوى كانت من شركات مشهوره. ايش نقول لكم، والله حتى الفلوس زوينه. وصلت الوحده ديال الليل وهي تتصل بيا جارتنا وهي تقول لي صافي عييت يلا نرجعوا في حالنا. وملي كنا في طريقنا للمدينه ديالنا لاحظت باللي جارتنا سارحه في عالم اخر. اول مره قالت لي الا عندك شي اغنيه ديال ام كلثوم ولا عبد الحليم خدمها. هاد المراه واقيله تسطات غير شافت العرس وتذكرات الايام الخوالي. واحد شويه وهي تقول لي ياسر واش مرتاح مع مراتك؟ قلت ليها الحمد لله على كل شيء. وهي تقول لي وهي معصبه ياسر واش عارف باللي راه عندك كره ديال عام؟ جاوبتها وانا خايف والله راني عارف، وغير تحسن ظروفي اول حاجه نديرها هي نخلص الكره اللي عليا. وهي ترجع تكلم معايا بشويه وقالت لي شحال عندك ديال الكريدي؟ وبيني وبينكم قلت هاد المراه
واقيلا باغا دير شي حسنة، يمكنك تفكر باللي راها كبرات والأعمار بيد الله، ويمكن بغات تعاوني. وأنا نقول ليها راه عندي بزاف ديال الكريدي، الدين اللي عليا راه فوق من 300 ألف درهم. وتفاجأت، حطات إيدها على كتفي وهي تقول ليا أنا مستعدة نخلص لك دينك كامل ونعطيك بزاف ديال الفلوس فوقه، ولكن بشرط. بصراحة بيني وبينكم قلت ليها أمري باش ما بغيتي، وهي تقول ليا واسمع الشرط هو الأول، شرطي هو نتزوجو. وأنا نقول ليها انتي عارفة راني مزوج وكان بغي مراتي وصعيب، وهي تقاطعني وقالت لي غنتزوجو في السر، لا مراتك ولا ولدي غيعرفو، وغنوليو نتلاقاو انا وياك في شقة اخرى في عمارة اخرى. وتولي تجلس معايا يوم في السيمانة وقول لمراتك راك غديني لشي مدينة اخرى. بصراحة العرض كان مغري، واش الدين ديالي كامل غيحيد وغادا تفكني من كريدي فوق من 300 ألف درهم؟ يا ربي على صفقة، واخا راها انتحارية حيت بصح أنا راني خاسر، ولكن غنرتاح من الكريدي والهم ديالو. وهي تقول لي اش قلتي، وما عرفتش اش نقول ليها. قلت ليها نفكر ونرد عليك، وهي تحيد الخمار على وجهها وقالت لي هانت شوفني، ما نحتاجوش دابا نديرو الشوفة الشرعية. وفي هذاك الظلام كنشوف في وجهها أول مرة في المراية ديال الطوموبيل، سبحان الله وجه بيض وعينيها صغارين وغارقين لدرجة ما تعرفش واش هي كتضحك ولا ناعسة. وعرفت هذيك الساعة باللي حتى لو طلبت 500 ألف كتعتبر هاد الصفقة خاسرة بالنسبة ليا. يا ربي هاد المرأة اللي كتقول عمرها 58 عام، هادي إشاعة، أنا متأكد باللي عمرها فوق 68 عام. وبدون نقاش تخيلوا عاد دايرة الماكياج، يا ربي هادي أش باغا تزوج الدير، صافي جربت حظها مرة تحمد الله وتشكره. ملي وصلنا للدار قالت ليا ياسير فكر في هضرتي مزيان. كنت اصلا ما كنفكرش في الموضوع، وانا نجاوبها بطريقه ثقيله، مراتي محتاجه دار، وهي تقول لي ماشي مشكل، الشقه اللي انت جالس فيها انت ومراتك نكتبها بسميتك. لا 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 هاد الشي بزاف، شقه ثمنها فوق 200 ألف فوق البيعه. ومشيت لداري وما جانيش النعاس، بقيت كنفكر وكنشوف وجه مراتي وهي ناعسة جنبي، وكنفكر في بوال معطي اللي كان معايا في الطوموبيل، وكتجيني الخنقة، هذا موضوع صعيب. وكنتعجب من البنات اللي كيكونوا صغارات وكتقبل تزوج بواحد عنده 80 ولا حتى 70 عام في عمره، غير التفكير فيها كنت كنحس باللي غنرجع. وبيني وبينكم كنظن باللي البنات كيفكروا بحال ما كنفكر انا دابا. هاد با المعطي سمحوا لي قصدي جارتي غتحل لي كاع المشاكل ديالي، علاش ما نغامرش ونقبل بهاد التضحيه على الاقل باش ندير مستقبل لمراتي وولادي. وحرد دابا 3 ايام وانا كنفكر وعييت، وجارتنا ام عيون جريئه كل نهار كتسولني ايوا ياسير اش قلت فكرت. كانت رجاكم عباد الله لما لقاو ليا الحل، قولوا ليا اش ندير، الله يرحم ليكم الوالدين. وهذه هي حكايتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.